السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 104 من دروس تعلم اللغة التركية المستوى المتقدم يابانجلر إيتشين تركشا إسطنبول كتاب جابير. درس اليوم هو درس الاستماع، يتحدث عن قضية، عن قصة تحكي عن قضية هامة، وهي أن الإنسان إذا اشتهر بالخير أو اشتهر بمهارة ما بشيء معين يكثر إقبال الناس عليه، فإذا كثر إقبال الناس عليه لا يستطيع أن يلبي حاجات كل الناس، فيقع في هم وغم ويحاول أن يجد حلا لهذا الهم. هذا الرجل الذي نراه الآن هو طبيب، كان مشهور جدا واشتهر بين الناس بأنه يداوي من كل الأمراض وبأنه ماهر جدا وحاذق جدا، فأقبل إليه الناس من كل مكان، ولم يعد عنده وقت كي يكلم المراجعين فضلا عن أن يعالجهم. فكيف تعامل مع هذه المشكلة؟ هذا ما سنجده الآن. لذلك كانوا يقولون، لا أدري ماذا يقولون، الظهور يقسم الظهور أو هكذا. بعض الناس يطلبون الشهرة، لكن إذا جاءت الشهرة أحيانا لا يستطيعون تحملها. ماذا يقول العنوان؟ Derdini anlat Marco Paşa'ya. Derdini anlat Marco Paşa'ya. Dert huwa hem. Anlat akhbir. Akhbir hemmeke, uşku hemmeke li Marco Paşa. Marco Paşa'ya. طيب. نص الاستماع نقرأه ثم نعود لنجيب عن الأسئلة. نص الاستماع في آخر الكتاب. هذا هو نص الاستماع. ماركو باشا سلطان عبد العزيز دوناميندا يشيان روم حكيمدر. ماركو باشا سلطان عبد العزيز دوناميندا يشيان روم حكيمدر. روم حكيمدر. روم حكيمدر. ماركو باشا سلطان عبد العزيز دوناميندا في عصر السلطان عبد العزيز يشيان قد عاش روم حكيمدر طبيب رومي. ماركو باشا هو طبيب رومي عاش في عهد السلطان عبد العزيز. الجملة التالية. أستاذ بير هكيم أولان باشا چوكچا هستاي تداوي أدر وصالنا كوشترور. طيب. أستاذ بير هكيم أولان باشا. الباشا الأستاذ الحكيم. الباشا الحكيم الأستاذ. Çokça hastayı tedavi eder. Çokça bişekil kebir hastayı lil marda marid tedavi eder yualicu. Yualicu marda yualicul marda bi a'dadin kebira. Ve sağlığına kavuşturur. Kavuşmak illika ba'del firak. Ve yu'idu lahum sıhhatahum. Ve sağlığına ve ila sıhhatihi kavuşturur yecma'uhu. Yualicu marda kefirin ve yecma'ahum bi sıhhatihim min cedid. Cümle taliye. Halk arasında da çok ünlüdür. Halk arasında da çok ünlüdür. Beynen nasi meşhurun cidden. Ünlü meşhur. Her gün belki yüzlerce insan kapısını çalar. Her gün belki yüzlerce insan kapısını çalar. Kulle yevmin rubbama, belki rubbama, yüzlerce insan mi'atun minen nas kapısını çalar. Yatrukuna babahu. Yatruku babahu almi'atu minen nas kulle yevm. Hastalıklarına çare arar. Hastalıklarına çare arar. Çare ilaç fursa hal. Yebhathuna an hallin li maradihim. Hastalıklarına çare arar. El cümle taliye. Bunca insanın Naam nukmin. Bunca insanın bırakın derdine çare olmayı dinlemek bile imkansız bir hal alır. Bunca insanın
Yani hâzel hacm minen nâs. Bırakın derdine çare olmayı. Utruku muâlecetehum. Dinlemek bile hatta istima ileyhim imkansız bir hal alır. İmkansız, müstahil bir hal hale alır yahut. الاستماع الى هذا الى هؤلاء الاستماع الى هؤلاء الناس فضلا عن علاجهم صار مستحيلا ياخذ حاله مستحيله يعني لكثره عدد المراجعين صار استماعه اليهم شبه مستحيل فضلا عن معالجتهم bu duruma kendince bir çözüm bulur bu duruma kendince bir çözüm bulur bu duruma lihâzihi l-hâle kendince bi ra'yihi bir çözüm bulur yecidu hallen yecidu hallen lihâzihi l-müşkile min ra'yi bi ra'yihi yani yecidu hallen lihâzihi l-müşkile nokta intihâ cümle cümle telye kapısına gelen hastalarını dikkatle dinler ve onlara şöyle der anladım anladım ama ne bir çare hasta da bu anlamsız soru karşısında herhalde iyi anlatamadım diye düşünür ve tekrar anlatır. ماذا يفعل مع المرضى الذين يأتون إليه؟ ما هو الحل الذي اخترعه كي يتخلص من هذه الأعداد الغفيرة من المرضى؟ قال كبصنا جلان هستلرنا كبصنا جلان هستلر المرضى الذين يأتون إلى بابه يعني يأتون إليه دكتلة دينلر دكتلة دينلر يستمع بانتباه وَأُنْلَرَا شَوْيْلَ دَرْ وَأُنْلَرَا شَوْيْلَ دَرْ وَيَقُولُ لَهُمْ هَكَذَا دَرْ يَقُولُ أُنْلَرَا شَوْيْلَ هَكَذَا ماذا يقول لهم؟ أنلدم أنلدم أما نه أنلدم أنلدم أما نه يقول لهم فهمت فهمت لكن ماذا؟ يأتي المريض فيتكلم فيقول المريض فهمت فهمت لكن ماذا؟ طيب بيشارة هستا دا بو أنلمسز سورو كارشسن دا طيب بيشارة بيشارة كلمة البي كلمة لاحقة فارسية بيشارة بي بدون بيشارة عديم الفرصة عديم الحظ يعني الذي لا يجد ما يفعله بيشارة هستا دا المريض الذي لا يدري ما يفعله بو أن لمسس سرو كارشسن دا أمام هذا السؤال عديم معنى يقول له فهمت فهمت لكن ماذا هكذا يقول الطبيب المريض عديم الحظ يقول أمام هذا السؤال سؤال الطبيب الغير مفهوم ماذا يقول هذا المريض هيرالده إي أنلطمدم هيرالده غالبا إي أنلطمدم لم أخبره عن مرضي بشكل جيد هيرالده إي أنلطمدم ديا دشنر هكذا يفكر المريض وتكرار أنلطر ويخبر عن مرضه ويتحدث مرة أخرى أما ين ماركو باشا أنلطم أما نه لكن أيضا ماركو باشا يعيد سؤاله ويقول فهمت لكن ماذا أما ين لكن مرة أخرى ماركو باشا نقطتين ماذا يقول أنلدم أما نا فهمت لكن ماذا در يقول نقطة انتهى الجملة الجملة التالية بويلا أولونجا هستلر شاري أردن أزاك لشمكتا بلولر بويلا أولونجا وعندما يحدث هذا هستلر المرضى شاري أردن أزاك لشمكتا بلولر يجدون خلاصهم عن طريق الابتعاد من هذا الطبيب هستلر المرضى شاري الفرصة الحل النتيجة أردن أزاك لشمكتا في الابتعاد من هناك بلولر يجدون يعني لا يبقى أمامهم إلا أن يتركوا هذا الطبيب ويذهبوا لأنهم يشكون إليه حالا فيقول لهم فهمت لكن ماذا نعم الجملة الأخيرة زمان لا زمان لا ماركو باشانن önü önütülür gider zamanla مع الوقت ماركو باشانن önü شهرة ماركو باشا unutulur gider تنسى وتذهب هذا ماركو باشا لكن في يومنا هذا يقال الشهرة أهم من المال ولو كان طبيب معاصر بدل ماركو باشا وعنده هؤلاء المرضى لفتح مشفى ووظف عنده أطباء وأشرف عليه لكن مسكين ماركو باشا نعود لقراءة الأسئلة كنا في أي صفحة؟ كنا هنا هذا هو ماركو باشا المسكين طيب Dinlediğiniz metinde aşağıdaki cümlelerden hangisi yer almaktadır? Dinlediğiniz metinde fi'n-nas'i lezî istema'nâhu
aşağıdaki cümlelerden min el cümleti fil esfel hangisi yer almaktadır? Eyyuha tak'u. Eyyul cümle leti fil esfel tak'u fin nassi lezi istema'tum ileyh. Var olanları işaretleyelim. لنضع إشارة على الموجودة يعني الجملة التي نقرأها الآن إذا كانت موجودة بنص الاستماع فنضع عليها إشارة. الجملة الأولى ماركو باشا زمانın en iyi ve en meşhur doktorlarından biridir. ماركو باشا زمانın en iyi ve en meşhur doktorlarından biridir. هذه الجملة هل كانت موجودة في نص الاستماع؟ تستطيعون مراجعة نص الاستماع لكن السؤال الأول لي والثاني لكم أنا أتخيل أو أتذكر أن هذه الجملة لم أقرأها في النص ربما تكون موجودة لكنني لا أتذكر الجملة الثانية يعني يجب أن ننظر للنص مرة أخرى سلطان عبد العزيز ماركو باشادان hastalığını için yardım ister سلطان عبد العزيز ماركو باشادان hastalığı için yardım ister. Hastalığı için yardım ister. Sultan Abdülaziz Marco Paşa'dan hastalığı için yardım ister. Sultan Abdülaziz min Marco Paşa min ajli maradihi yatlubu musa'ada. Sultan Abdülaziz yatlubu musa'ada min ajli maradihi min Marco Paşa. Hal hadhihi cümle varadat fi nasli al-istima? Naam, al-cümle al-thalitha. أنتم تجاوبون الثالثة أجاوب عليها أنا تقول الثالثة حكيمين أنلمسز soruları hastaları çileden çıkarır ve hastalar oradan uzaklaşırlar. حكيمين أنلمسز soruları أسئلة الطبيب الأنلمسز يعني التي ليس لها معنى hastaları çileden çıkarır. Tuhricuhum minel muana. Çile, muana, el-sa'ube. Ve tustakdem eydan li'l-gulfe alleti kâne yeclisu fîhâ as-sufiyyûne sâbiqan fil-kadîm yedhulûne fî hâzi'l-gulfe 40 yevmen la yef'alûne şey'en sivel-ekil ve şirb ve zikir. Çile ismi. Tamam. Çile el-muana. Çileden çıkarır. طيب أسئلة المرضى أسئلة الطبيب عديمة الأهمية تخرج المرضى من المعاناة وهستلر أردن أزاك لشرلر ويبتعد المرضى هل هذه الجملة موجودة في النص أم لا؟ طبعا ليست موجودة لأنه في النص لم ترد معنا كلمة تشيلة أبدا الجملة الرابعة أنتم ستقولون هل هي موجودة في نص الاستماع أم لا؟ ماركو باشا كانديسينا tedavi olmaya gelen hastaları sağlığına kavuşturur. Marco Paşa kendisine tedavi olmaya gelen hastaları sağlığına kavuşturur. Marco Paşa kendisine tedavi olmaya gelen kendisine ileyhi tedavi olmaya gelen الذين يأتون للتداوي عنده hastalar المرضى الذين يأتون للتداوي عنده sağlığına kavuşturur يعيدهم إلى صحتهم. هل مرت معنا هذه الجملة؟ هذه لي أم لكم؟ نعم مرت. التالية لكم. hastaların yoğunluğundan sıkılan hastaların yoğunluğundan sıkılan hakim kendince bir çözüm yolu bulur. الطبيب الذي قد سئم من كثرة المرضى يجد لنفسه طريقة أو علاجا أو يجد لنفسه حلا. hastaların yoğunluğundan yoğunluk kefafe sıkılan الذي سئم hakim الطبيب الطبيب الذي سئم من كثافة المرضى kendince bir çözüm yolu bulur يجد طريقة حل بذاته أو من برأيه هذه الجملة مرت أم لا أنتم تجاوبون الجملة السادسة لي تقول kapısına gelen hastaları dikkatle dinler kapısına gelen hastaları dikkatle dinler ve onlara hastalığının ne olduğunu sorar kapısına gelen hastaları المرضى الذين يأتون إلى بابه dikkatle bir dikkatin أو بانتباهin dinler يستمعوا ve onlara hastalığının ne olduğunu sorar ve onlara sorar ve يسألهم ماذا يسألهم hastalığının ne olduğunu ما هو مرضهم hastalığının المرض ne olduğunu ماذا يكون هل هذه الجملة موجودة أم لا يسأل المرضى بانتباه يسأل المرضى عن أمراضهم ويستمع إليهم بانتباه الجملة السابعة والأخيرة ماركو باشا hastalarıyla
çok ilgili olduğu için hastalar Marco Paşa'dan çok memnun kalırlar. Nuit, Marco Paşa hastalarıyla çok ilgili olduğu için hastalar Marco Paşa'dan çok memnun kalırlar. لأن Marco Paşa يهتم بمرضاه كثيرا فإن المرضى يكونون سعداء منه كثيرا. هذه جملة لي، هذه جملة ليست موجودة، أنا أحملها. ماركو باشا ده هستلاريلا مع ماركو باشا هستلاريلا مع مرضاه شوك إلجيلي مهتم كثيرا أولو إتشين لأنه هستلار المرضى ماركو باشا دان من ماركو باشا شوك ممنون كالرلار يكونون ممتنين جدا منه. التمرين التالي والأخير يقول aşağıdaki kelimeleri cümle içinde kullanalım. Aşağıdaki kelimeler, el kelimet latif esfel, cümle içinde, dahil cümle kullanalım. Linestamiluha. Ustad. Kelimet ustad. Kelimet ustad leyset indana kay kema hiye indana. Nahnu nakul ustad li kul şahs. Merhaba ustad, keyf hal ustad. Fi Türkiye kelimet ustad li şahs al-alim au sahib al-makana al-ruhiyya au al-mutakhassis jiddan. Al-jumla, al-kelime al-taliye lati nada'uha في جملة شارة أرمك البحث عن خلاص عن فرصة للتخلص الفحص البحث عن البحث عن حل شارة أرمك بشارة بشارة ما في أمل يعني بشارة شارة هي فرصة للتخلص من شيء فرصة لحل مشكلة بشارة لا فرصة بشارة kaldı مثلا param kalmadı arkadaşıma gittim derdime çare oldu. Lem yabqa indi mal, zahabtu ila sadiqi fe kana ilacan li hammi, yani akradani ba'dal mal hatta zahabat haceti. Hadi hiyel cümle nada'u ala kulli kelime cümle. Nasıl istima'i intaha. Fi dersi kadim inşallah mavdu'i muhadefe ve kitabeti mavdu'i. Dumtum bi khayr. La tensav كتابة نص الاستماع وحل الأسئلة وكتابة الجمل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.